واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف ثلاثة منازل في مناطق متفرقة من مدينة رفح، ما أسفر عن 19 شهيدا وعشرات المصابين. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع. يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال في ممر نتسارين بوسط القطاع، أسفر عن قتلى ومصابين من الجانب الإسرائيلي. أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و68 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 34,488 شهيدا و77,643 جريحا، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. استشهدت عائلة بأكملها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها برفح جنوب قطاع غزة. ويشهد قطاع غزة يوميا استشهاد العشرات بما فيهم الأطفال والرضع والنساء الحوامل جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي. صابرين الروح، شعاع الأمل المتبقي من عائلة استشهدت بدم بارد من جراء غارة إسرائيلية قصفت منزلها في رفح جنوب القطاع المدمر ضاع هو الآخر. اسم أخوي انمسح نهائيا من السجل المدني، يعني أنا كنت أول ما طلعوها من بطن أمها وكنت باستمرار يوميا أروح على المستشفى أطمن على حالتها، أشوف الدكاترة أسألهم عن حالتها يقولوا لي حالتها كويسة، بس يعني شوي في مشكلة عندها في النفس، قال النفس هذا ما بخوفش، فاهم كيف؟ كنت بدي أسأل إنها كمان أطلعها برضه، فقال لي إن الأمور ما بتحتاجش، اللي كاتبه ربنا بصير في النهاية، لا اعتراض على حكم ربنا. فبتفاجأ اللي هو امبارح بيجيني اتصال من إدارة مستشفى الإمارات بيقولوا لي عم الطفل صابرين الروح، بقول له صحيح. لو بقول لي البنت صار عندها مضاعفات، يعني فرق 10 ساعات بين ما كنت عندنا وما جاني الخبر. لو بقول لي البنت صار معها مضاعفات وربنا اداك عمرها البنت. لم تجدي محاولات الإفاقة والإنقاذ الطبي، حيث تعرضت الطفلة لإصابات خطيرة، فلحقت صابرين الروح بأسرتها، وذلك بعد أيام من استخراجها حية من رحم والدتها التي فارقت الحياة. برحيلها لم يعد يتبقى أثر أو ذكرى من هذه الأسرة التي أبيدت بالكامل. أخوي ومرته كانوا مجهزين للمولود، فبحضروا الاغراض للبنت، مجهزين في شنطه الثياب، انه يعني حاسس انه حاسين انه بدها تلد في الشهر السابع البنت هذه. شوف سبحان الله، حاسين انه مجهزين الشنطه، مجهزين البامبرز، مجهزين كل شيء، حاسس انه بنته حتلد في الشهر السابع. وفعلا بنته استشهدوا كلهم وانولدت في الشهر السابع. راحت روح وراح اخوي وراحت بنته وراح نسيبه وراحت الدار اللي كانت تلمنا، يعني اقل ما فيها انه لو لقينا ذكرى من اخوي، ذكرى من بنته، ذكرى من مرته، ما فيش اي حاجه، كل شيء راح، كل شيء، حتى كمان صورهم ان اللاقين ما لقيناهنش، جوالاتهم ان اللاقين ما لقيناهنش، ما لقيناش ولا اي حاجه، فيش شيء
إن اللقي من ريحة أخوي. خلف التراب توارى بدن صغير لم يرتكب أي جرم أو ذنب، صابرين الروح كآلاف الأطفال والرضع الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي، بل إن عائلات بأكملها تم محوها من غزة مع استمرار آلة القصف الإسرائيلية في حصد أرواح الأبرياء دون توقف.